اللي انا عارفه ان تكلفه الدعامه هنا في التامين الصحي هتكون 5500 جنيه، وده سعر خاص للتامين الصحي مقارنه بالاسعار في الخاص. انما ده ما يهمناش او ما يهمش حضرتك ان تسالي على التكلفه قد ايه. طبعا هو مرصود مبلغ لهذه الخدمه، ولكن انا يهمني ان تقديم هذه الخدمه الا يكون هناك تفرقه بين الخدمات المقدمه في مستشفيات التامين الصحي عن المستشفيات المقدمه في اعلى المراكز الطبيه في القاهره. بمعنى أن منتفع التأمين الصحي إذا كان مشترك طبقا للمكان اللي هو بيعمل فيه وبيتمتع بخدمات التأمين الصحي، لن يضطر إلى اللجوء إلى مكان آخر لتلقي خدمة طبية معينة. يعني زي ما بنقول المريض اللي أنا قابلته من شوية هو كان ممكن يحصل على دعامة عادية، ولكن حالته نتيجة أنه هو مصاب بمرض السكر ونتيجة سنه ونتيجة الحالة المتأخرة يحتاج إلى دعامة دوائية، والبديل أن يجرى له جراحة قلب مفتوح على سبيل المثال. وقد تكون حالة المريض لا تسمح بالطبية، لا تسمح بهذه الجراحة الكبيرة، فاستخدام الدعامة الدوائية قد يغني عن هذه العملية. فاللي أنا عايز أقوله لحضرتك أن وجود كل الخدمات بطريقة متسلسلة دائما في الطب والمرض والعلاج، العلاج دائما يكون متسلسل. يعني بمعنى أن تستخدمي تقنية طبية أو تقنية جراحية معينة قد تشفي المريض أو لا تفيد، إذا لم تفيد بنطلع درجة إلى تقنية طبية أعلى. فوجود الدعامة الدوائية كان لابد منه في التأمين الصحي. طبعا التأمين الصحي يعاني من بعض القصور أو الكثير من القصور في مصادر التمويل، وده بيدفعنا أن احنا كعاملين في القطاع الصحي أو صانعي قرار في القطاع الصحي لابد أن ندعم خدمات التأمين الصحي، لابد أن ندعم خدمات التأمين الصحي حتى تستطيع أن تقدم كافة الخدمات المطلوبة أو كافة الخدمات بالتقنيات الطبية الحديثة الموجودة حتى نقدم هذه الخدمات لمنتفع التأمين الصحي. غيره يوم سبع تاني ما ننقل على اليوم الثامن. ها البداية هذه الخدمات هتقدم في 6 مراكز على مستوى الجمهورية كخطوة أولى على أن تتسع هذه الخدمة لتشمل عدد أكبر من المراكز الطبية، ولكن الفيصل في القضية هو احتياج المريض. طالما أن هناك احتياج للمريض تركيب هذه الدعامات وهناك تقرير طبي من الأطباء المعالجين باحتياجه إلى هذا، سيتم إيفاده إلى مركز من المراكز المتخصصة اللي تقوم بهذه التقنية ويتم عملها له. على فكرة مستشفى مدينة نصر هنا لو انت مريتي في المستشفى هتلاقي فيه مرضى من الأقاليم كتير جدا محولين، لأن هنا يعني مركز تميز أو مركز بيتم التحويل ليه من كل أنحاء الجمهورية. ها تفضل. سبب تأخر دخول هذه التقنية. طبعا سؤالك وجيه جدا ان ليه الخدمه دي ما كانتش موجوده رغم انها موجوده في قطاعات اخرى او في قطاع خاص على وجه التحديد. طبعا دخول الخدمه في التامين الصحي دائما بيكون مرتبط بتوفر امكانيات، ولكن اللي انا عايز اقول لحضرتك تم دخول هذه الخدمه على الرغم من لم يتم دعم الامكانيات بصوره واضحه او بصوره كافيه، انما تم حساب التكلفه وتم ايضا رصد بعض مصادر التمويل حتى نستطيع ان نقدم هذه الخدمه اللي انا بقول لحضرتك هي تاخرت فعلا، واحنا الحمد لله احنا تمكنا من ادخالها في الوقت الحالي. والخطوه ديت رغم انها تاخرت لكن هتكون معقول يعني مدبوعه بخطوه كبيره جدا، هو دعامه الحياه. زي ما بقول لحضرتك دعامه الحياه ده تقنيه جديده بإشراف الجمعية المصرية لأمراض القلب، تم الاتفاق أن يكون هناك مشروع لتركيب الدعامة دعامة الحياة حينما يشعر المريض أو يتم التشخيص بأن المريض يحتاج إلى هذه الدعامة يتم تركيبها في الحال. إيه هي الخطوات اللي المريض المفروض يتبعها علشان يحصل على الدعامة؟ يعني طب رود تفضل صراحة تفضل. دي أعتقد أهم رسالة في القصة، إن الرسالة الواضحة للناس لمنتفع التأمين الصحي إن مش كل مريض من التأمين الصحي هيركب له دعامة دوائية، وده مهم جدا الناس يبقى فاهمها. هيخضع المريض ده لفحص فني بناء على فيلم القسطرة نقول مين اللي محتاج، لان دي طبعا حاجة مكلفة، فمش كل المرضى بتحتاج انها تحط الدعامة الدوائية، ودي اهم رسالة من الناس لازم تبقى فاهمها كويس قوي. مش كل واحد هيتحط له، هيتحط بناء على مواصفات معينة في المريض وهو ده اللي هنختار له يتحط له الدعامة الدوائية. ممكن بيسرع الاجراءات. ايه هي المواصفات؟
دي حاجات فنيه طبيه بقى، يعتمد مثلا المريض عنده سكر، مكان الضيق موجود في منشا الشريان ولا في الشريان الرئيسي الايسر الى اخره. دي حاجات فنيه طبيه ويعني محتاجه طب اكتر منه معلومات عامه. وبرضه للوعي للمريض عموما ان الوسائل العلاجيه سواء وسائل طبيه او تداخليه او جراحيه، هذه الوسائل العلاجيه بتطبق طبقا لحاله المريض. يعني في مريض يناسبه اسلوب علاجي او اسلوب دوائي او اسلوب تداخلي معين، وهناك مريض يناسبه اسلوب اعلى. والعبره دائما في العلاج وللوصول الى الشفاء ان يتم استخدام التقنيه الابسط. يعني في مش في اي مرض اخذ التقنيه الاعلى، هذا هو الخطا في العلاج. لابد ان ابدا دائما بالتقنيه الابسط ثم يتصاعد طرق العلاج تدريجيا، وهذا هو عرف متبع في الطب عموما. التامين الصحي في ستاتو يعمل كم عمليه يوميا؟ انهي عمليه؟ مفيش عملية زرع الشريان، دي عملية تركيب دعامة دقوية مش زرع الشريان. يعني طبقا للمطلوب انا ما اقدرش اقول لحد كل سنتر كل سنتر يعني احنا عندنا في السنتر بتاعنا مستشفى مدينة نصر احنا نقدر نحط حوالي في الوقت الحالي بنعمل 12 قسطرة دول بلس اور ماينس، هنعمل لهم لان احنا بنصور العيان وبعدين نشوف محتاج ولا لا، لو كان محتاج بنحط له. فاحنا في الوقت الحالي بنشتغل من 12 15 حالة. سون بعد حوالي اسبوع او 10 ايام هنفتتح اسم القسطره الجديد اللي موجود في نفس المستشفى، يبقى عندنا 2 كاس لاب يمكن نستطيع ان نعمل 25 حاله في اليوم، وده رقم غير مسبوق. يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونقدم خدمه لعدد اكبر من المرضى عشان ما يبقاش في قائمه انتظار خالص. طب يا دكتور المراكز في القاهره بس ولا في الاقاليم؟ في القاهره وفي بعض المحافظات. القاهره في مركزين والجيزه واسكندريه والسويس وطنطا.